السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، نحن مقبلون على أشرف أيام السنة على الإطلاق مع العشر الأواخر من رمضان، وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، العشر الأواخر أم العشر الأوائل من ذي الحجة، والخلاف هنا خلاف يسير، لأن العلماء قالوا ليالي العشر الأواخر من رمضان هي أعظم من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأوائل من الأواخر من رمضان. العشر الأواخر من رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر، ففيه ليلة القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف من أجل أن يطلب ليلة القدر. قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. معي الأستاذ صهيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله فضيلة. حياكم الله بياكم أخي الكريم. حياكم الله فضيلة الشيخ. نحن نعاني ما نعاني في أهل السنة والجماعة هذه الأيام من بعضهم يتجاوز على الصحابة، فما حكم من سب أحد الصحابة؟ ولقد روي أن سيدنا معاوية كان يلعن ويامر بسب علي بن أبي طالب من على المنابر. أما السؤال الثاني يا فضيلة، لحظة، قف. نعم. معاوية ما كان يسب الصحابة بحال من الأحوال، ولا سب علي، ومعاوية لم يترفع على علي. لا، أخطأت الرمية الآن. صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. صحيح مسلم عندك أنت، يمكن صحيح مسلم نسختك أنت. معاوية بن أبي سفيان ما كان يسب علي، ولجلس معه الأسود وتكلم معه في ذلك وسأله عن علي وبكى عندما كلمه عن علي. ومعاوية ما كان ينازع علي بن أبي طالب في مكانته، وعلي بن أبي طالب هو الذي كان أحق بالخلافة من أي أحد، ومعاوية يقر بذلك. فلا تتعالين بصوتك على معاوية بحال من الأحوال. معاوية أصلا ليس بأفضل من الحسن، فكيف بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه؟ ومعاوية لم يسب الصحابة، معاوية خال المؤمنين، معاوية كاتب وحي الوحي الأمين. تفضل. معاوية كان يأمر سعد بن أبي وقاص بسب علي بن أبي طالب. هذا باطل، هذا من كيسك. هذا صايب. تراجع صحيح مسلم. هذا من كيسك، لابد أن تفهم هذا وتعقله. أما معاوية كما قلت لك لما تجرع على علي بحال من الأحوال، ومعاوية كان يحترم ويقدر علي بن أبي طالب، وكل سقطة تقع تكون تحت ألسنة الكذبة، فإياك ثم إياك. هذا السؤال الثاني. دعنا السؤال الثاني. يقال أن السيدة عائشة عندما توفيت قالت: وددت أني كنت نسيا منسيا بينما علي بن أبي طالب كان يقول فزت ورب الكعبة، فلماذا كانت عائشة تتمنى كانت نسيا منسيا بينما عليا كان يقول فزت ورب الكعبة؟ فإن عائشة عندما توفيت أخذت تلطم عليها حفصة وتقول وعائشة وارضع وكبيرا، بينما علي بن أبي طالب كان يقول فزت ورب الكعبة رغما على أنوفكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في أنوفنا، احنا معك وسمعينك للآخر. لما تكون خبيث ابن خبيثة يتتأدب فنقبل كلامك ونعلمك جهلك وجهل المعممين عندك، فاهم؟ أو تكون أصلا كالبرص أو كالفار تسب وتهرب، ومع ذلك أنا سأجيبك وأبين لك أيها الخبيث يا ابن الخبيثة، أبين لك كيف أن المعممين الذين أخذوك إلى 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 مهلكة لا نجاة فيها أنهم أجهل من الحمير، ومع ذلك سأجيب هذه الأسئلة وأبين لك الكذب الذي تعيشون عليه. أنتم كما قلت دينكم دين الغباء والكذب، ما عندكم إلا ذلك. الروافض هؤلاء كما قلت أضل خلق الله وأضر خلق الله على الإسلام، ومع ذلك سأجيب عن السؤالين بإذن الله تعالى. عندي أستاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ الله يبارك فيك. رضي الله عنك.
هم حتى الشيعة يا أستاذ محمد مش هيقدروا حتى شهر رمضان، هم مش هيتعبوا من صب الصحابة. نعم، ويحسبون أننا سنسكت عنهم حتى في رمضان. نحن نتقرب إلى الله ببيان خبثهم وضلالهم وكفرهم. وابن الخبيثة بيعرض بعائشة رضي الله عنها أرضاه، ابن الخبيثة، وما بعثه إلا ما هو أخبث منه. ربنا يسهل. السؤال الأول، بارك الله فيك، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء العشر أواخر من رمضان شد النبي مزاره لا لا ما لا هات السؤال مرة ثانية يا حبيبي. معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء العشر الأواخر شد المئزر وأيقظ أهله. ماشي. وهل ليلة القدر معروفة في العشر الأواخر من رمضان؟ وعاوز أعرف مدة صلاة المغرب يعني. لحظة بس، لحظة أكمل سؤالك. شد المئزر وأيقظ أهله وبعدين؟ وهل ليلة القدر معروفة في العشر الأواخر؟ طيب، وعاوز أعرف مدة صلاة المغرب. مدة صلاة المغرب؟ نعم، إلى متى يعني؟ حاضر إن شاء الله، رضي الله عنك. معي مع مالي خيرة أسوان، الرجل الطيب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخبارك يا أستاذي الكريم يا سيدي؟ والله والحمد لله رب العالمين. إيه عامل أنت؟ والله الحمد لله، نحن معنا في هذا الباب. سهل الحمد، سهل الحمد. إني أحبك في الله. وأنا أحبك في الله يا عم علي، والله لو تعلم كيف قلبي يتراقص فرحا عندما أسمع صوتك. الله يبارك فيك. أصحاب الفطر السليمة ونقاء القلب وصفاء القلب، هؤلاء يعني ننتصر بدعائهم ونستشفي بدعائهم، والله جل في علاه يرفعنا ويرفع عنا البلايا والرزايا بدعائهم. آمين جميعا. حفظكم ربي، أحسبك ذلك والله حسيبك. أمي على كلمك. أمي والله وأمك نعلها فوق رأسي، مش هي اللي فوق رأسي، نعلها فوق رأسي تاج. حاشا لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي العزيزة كيف أنت؟ كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، كل سنة يا ابني يا غالي، كل سنة وأنت طيب. الله يرضى عنك يا رب، يرضيك ويحسن إليك ويسعدك ويسعد قلبك وروحك ويثبت الإيمان في قلبي وقلبك وقلب المشاهدين جميعا. ينصر الاسلام ويعز مسلمكم وبقاءنا كل زمان. يا رب يا رب، يجعل نصر الاسلام على ايدينا جميعا. يا رب يا رب يا رب يا رب. رضي الله عنك، جزاكم الله خيرا. عندي سؤال. تحت امرك ورهن اشارتك. ال ناس على كد حالنا بتبيع لك شويه خضار، جرجير، خس، بقدونس، ملوخيه، الحاجات دي بنلقاهم مليانين نمل من اولهم لاخرهم. ايه يكون الكلام ده؟ كيف معلش انا اسف. نعم، بنبيع خضار. الخضار الخضار فيه نمل كتير يعني؟ وجدت نمل كتير؟ أيوة. عارفه وجود النمل في البيت كثيرا يدل على الحسد، حسد اهل البيت. لكن انت اغسليه بقى وقولي للباعة يتقوا الله ربهم يغسلوا الخضار قبل بيعه يعني. ومعي جارتي اسمعني كويس. رضي الله عنك، احسن الله عليكم. ومعي جارتي دي حاطه عندها كل حاجه بتسد علينا على حبيت الخضار. جارتي على الخير. جارتي اعمل ايه فيها؟ اعمل ايه جارتي؟ جارتك مالها؟ تبيع هي اللي تبيع الخضار؟ عينها كده، عينها كده للحاجه اللي عينها. لا لا تظن عيون لا, لا 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 تظنن في احد شيئا باذن الله. الله، لكن اسمعي، لو كنت تتوجسين خيفه اول ما تريناها قولي الله اكبر الله اكبر الله اكبر، او قولي تبارك الله تبارك الله تبارك الله، وقولي لا تقول ما شاء الله، وتقرأي المعوذتين والله الحافظ. يا رب خليك. والله لما كذب عليك يا شيخ، والله انا اللي عرفاه واللي فهمها واللي خبرها منها. نعم نعم، نسأل الله ان يحفظكم يا رب. يا رب يبارك لنا فيك ويخليك ويبارك فيك يا رب. آمين. وكل سنه وانتم طيبين. الله يحفظك بصحه وبسلامه وبسعاده وسرور. امين يا رب. يا رب يخليك. رب يخليك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معي الاستاذ مصطفى. دكتور. السلام عليكم استاذ مصطفى. تحت امرك يا حبيبي. لا حبيبي في الله يا دكتور. الصوت في وش ماشي. واحد سبق له الحج قبل كده، سبق له الحج. الو، واحد ايش؟ واحد سبق له الحج قبل كده. نعم، حج قبل ذلك. ونوى الحج السنه دي. نعم. الله اللي حج لنفسه ام لابوه
أم لحد هيديله مصر تكلفة الحج هيحج مكانه؟ حاضر إن شاء الله. حاضر ماشي. الأفضل مع أن أبوه لما توفى ما كانش عنده نص ساعة. والده كيف؟ والده لما توفى والده ما كانش عنده نص ساعة. والده أي نعم نعم أنا فهمت فسأقول لك أي الحجات الأفضل يجعلها لنفسي أم للجميع أو لهذا أو ذاك. حاضر إن شاء الله. ماشي ماشي ماشي. مع الأستاذ علاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أستاذ علاء. إزي الحال يا دكتور؟ رضي الله عنك حبيبي. الله يخليك منور الشاشة والله. هذا فضلك وأدبك أستاذ علاء. الله يخليك. أنا عايز أسأل سؤال واقتراح. تفضل سل ما شئت واقترح أمر يمشي علينا إن استطعناه. الله يخليك أكرمك الله. نعم. بالنسبة للكلام على الأئمة. نعم. الأئمة الأربعة المشهورين. وفي حد بيتكلم عليهم؟ لا يعني أثناء الحديث يعني. أرجو نعم. من حضرتك إنك يعني تراعي التلفزيون والناس على أساس إن الأئمة مجتهدين. طبعا مجتهدين. فإذا لو حضرتك عايز تفتي برأي إمام فتقول هذا خالف الإمام الآخر. تجي له كلمة أخطأ الإمام أخطأ أبو حنيفة يعني بتأثر على نفسيته. إذا أسألك سؤال. لو كان أبو حنيفة اجتهد وخالف نص النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول عنه؟ نقول عنه أنا طب البلاد الذي يحكمها الذي يعني أخي لا تذهب يمين ويسار أستاذ علاء. أنت فوق رأسي وكلامك فوق رأسي. الآن أنا أسألك سؤالا مباشرا ما في يمين وشمال. أريد منك إجابة يسيرة على سؤال يسير. أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه لم يصل حديث النبي فأفتى بغير. اسمع يا أخي اسمع الأول. أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه إمام من الأئمة وهو فوق رؤوسنا وهو بأمة بعده. طيب لم يأتي حديث النبي. طيب لم يصل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم في فتواه ماذا أقول فيه؟ أقول أنه يعني هذا رأيه خالف الأئمة يعني هو خالف النبي. بقول لك عندي حديث صريح خالفه الإمام. ماذا أقول أنا فيه؟ أقول أصاب ولا أخطأ؟ على اي حال برضو نحط اجتهاد مثلا او حاضر مثلا حاضر هذا حاضر. انا عيوني لك. انا فهمت مقصدك الطيب واجلال الائمه والاعتراف بفضلهم واجب علينا. ده دين ندين الله به. حب الائمه وحب العلماء دين ندين الله به. لكن هذا يجعلنا نقول ايضا نحن لا غلو ولا جفو. ان اخطا امام قلنا اخطا مع الحفاظ على مكانتي وتوقيره وتبجيله وإظهار فضلي. أما إن أنا أتحاشى ذلك مع أن في مخالفة لنص حديث جاء على النبي هذه مصيبة علينا مصيبة. ولذلك خرج علينا بعض الإخوة عظموا الأئمة وقالوا ما في أحد يخالف الأئمة بحال من الأحوال. الخروج على الأئمة كأن الخروج على الإجماع. وأيضا لم يدعوا السنة في نصابها. والله قال لنا معلما إيانا ولكل الأجيال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فتعظيم السنة أفضل لنا وتعظيم السنة وتبجيل السنة أقوى لنا. وما فيها شيء أنني أقول أخطأ ابن تيمية أخطأ البخاري لأنه أخطأ حقا لم يصب. وهذا ليس فيه منقصة ولا لا منقصة ولا فيه أيضا استهزاء ولا فيه تنزيل عن قدري ومكانتي. بل فيها بيان أن الطابع البشري يغلب على الإنسان. يعني أنا لو قلت لك النبي نفسه أما أقول بأن النبي قد يجتهد ويخطئ لا يصيب؟ هل أنا أكنت عديت على جناب النبي لما أقول بذلك؟ قل لي بقى بالله عليك. لا أنا بقول يا دكتور في إضافة التشريف عايز أقول لحضرتك. نعم. يعني ممكن مثلا أقول هذا إمام الدنيا أبو حنيفة أو شيخ الإسلام تيمية رغم أنهم لما ألفوا الكثير وأفادوا الكثير ولهم ما لهم من العلم وهؤلاء مفخرة لنا ولكن في هذه المسألة أنا مع مثلا الإمام فلان. أنا هقول لا أخطأوا في هذه المسألة لمخالفة ابن السنة. يعني. أنا معاك وسمعا وعطاء وطاعا لك. لكن سأقول مع علمهم نعم هقول مع علمهم وأواسع علمهم مع وافر حظهم والنصيب الأكبر الذي أخذوه من إرث النبي أخطأوا في هذا لأنهم خالفوا السنة لم تصل إليهم وبس.
ومع ذلك أجنب ذلك سمعا وطاعا لك، لأنك رجل أحسبك من الصادقين تريد إجلال الأئمة، وأنا والله أريد ذلك. نعم أستاذ علاء، أكرمك الله يا سيدي، والله استغفر الله، أنت فوق رأسي ونصيحتك فوق رأسي توضع. رضي الله عنك. معي أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ. رضي الله عنك. لو سمعت يا شيخ عندي سؤالين. تفضلي تحت أمرك. الله يبارك لك. لو سمعت أنا عندي أيام من رمضان اللي فات. نعم. ليه ما لم تقضيها الله يرضى عنك؟ أنا كنت بسيبها لكل شتاء يعني عشان الحر وكده. نعم. لا طب ما خلاص ده فات عليكي وجاء رمضان الثاني، ليه ما تساهلتي؟ لظروف مرضية وكده حضرتك الدكتور قال لي مش هينفع تصومي. لا بس تهوش شفاك الله عافاك. نعم الله يبارك. فأعمل ايه فيها دلوقتي؟ حاضر حاضر. السؤال التاني حضرتك، انا ربنا رزقني بأولاد يعني توأم كده الحمد لله. الحمد لله. بعد فترة يعني عدم الإنجاب. نعم. يعني مناكفين شوية حضرتك. هنا يعني في البيت عندنا بيت عيلة وفاسيلف مشاف عمال الأولاد وكده، فبيقول يعني تليك الجنة بسبب العيال دي. فانا خايفه من حاجه زي كده عشان موضوع التقلي على الله، فحاجه زي كده مقلقاني يعني شويه. لا طب انا لما افهم سؤالك، عفوا عفوا لحضرتك، اعيدي عليا كلامك. حضرتك معايا اولاد صغيرين. عرفت. وانهم عندهم يعني طاقه ما شاء الله ويشغبون. نعم. يعني ليا يعني ناس من كتر ما يشوفوا عمايلهم فبيقولوا لي يعني انت ليك الجنه بسبب العيال دي. نعم. بسبب عمايل العيال. نعم. فانا خايفه من موضوع يعني تقلي على الله. حاضر. فيعني اعمل ايه حضرتك في حاجه زي كده يعني؟ حاضر ان شاء الله. حاضر حاضر. رضي الله عنك وربنا يسعدك بهم يقر عينك بهم ان شاء الله. معي الاستاذ مصطفى. السلام عليكم. رضي الله عنك يا استاذ مصطفى. وعليكم السلام. كيف حالك؟ رضي الله عنك يا حبيبي. اخبارك؟ لا رضي الله عنك يا حبيبي. احبك في الله. احبك الله تحفتني فيه. رضي الله عنك يا استاذ مصطفى. سؤال يا شيخ رس والله. تحت امرك يا حبيبي. عندي مراتي واخده وسيله كبسوله في دراعها عشان مالها حاله كده، فالدوره الشهريه عندها بتيجي مش منتظمه يعني، جت من اول رمضان اكملت لحد اليوم التاسع كده، وبعد كده انا اصوم وبقيت اصوم يعني، بس كان في فترات بسيطه خالص بتنزل منها. يعني هي اصلا ما لا ترى الطهر ولا ترى الطهر؟ لا لا اطرت وبتصلي، بس كان في حد بسيطه خالص اما تنزل بسيط خالص. لا يعني انت قلت لي جلست تسعة ايام تنزل ينزل عليها الدم صح؟ نعم نعم. وبعدين وبعدين لا ترى طهر؟ هي هي طهرت وبتصلي. لا طهرت هي نفسها وقالت انا هصلي. يعني هي طهرت في اليوم التاسع تقصد؟ العاشر. طهرت في اليوم العاشر، رأت الطهر القصة البيضاء، وبعدين؟ بعدين في بعد فترات بسيطة خالص بينزل. بينزل سفرة وقدرة ولا دم؟ لا بعد سفرة وقدرة؟ كده كده دم ما تشكرش. يعني قطرة واحدة بتنزل؟ نعم. طيب طيب، ليه ما تاخذ وسيله؟ ليه ما يجوز اصلا ان تستعمل وسيله؟ في طبيبه قالت لها ان هي ممكن بالحمل يضعف بدنها او يكون الضرر عليها، لان هذا مخالف لتاصيل الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تناكحوا تكسروا فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه. نعم نعم نعم. بس هو يعني عشان معانا بنت صغيره فربنا لما تكبر وربنا يصلح حالها يعني. يعني انا انصحك بلاش، لانه هذا ايضا على انه يجعل الدوره الشهريه تضطرب عند المراه ويسبب لها اضرار ايضا من الاضرار مخالفه الشرع. قال تزوجوا الولود الودود، وهي محاربه على الولاده. لو احنا نقول عايزين نعيشهم عيشه طيبه جدا في الولاده، وكثير من الاغاني على هذا الكلام، ويخالفوا شرع ربنا وهم لا يدرون بهذا الباب. ومن الذي يرزق؟ الله ولا من الذي يرزق؟ قال الله تعالى وفي السماء، ما قال في الارض، وفي السماء رزقكم وما توعدون. نعم. احسن الله لك. طيب نجيبك ان شاء الله، نجيبك تحت امرك يا استاذي. معي الاستاذ محمد منصوره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الله يرضى. استغفر الله، حضرتك فوق راسي. كل عام وانت بخير. وانت بكل خير وسعاده وسرور. الله اسال ان ينفع بك اينما حللت. يا رب امين يا رب، امين يا رب.
حبيبي رضي الله عنك يا استاذ محمد. انا انت فوق راسي والله. الله يبارك لك. ركز معاه في السؤال دي لانه راجل مسكين سالني السؤال وانا بساله المعاليك. حاضر حاضر تحت امرك. انا خادمك اصلا. ما مش معاليك انا خادمك اصلا. تفضل. الله يسترك الله يسترك. امين. احنا اللي خدامينكم. لا والله انا خادمك اقسم بربي هذا الذي اعتقده. وانتم ملح هذه البلد. يا رب يا رب يا رب. اسمع سيدنا السؤال. تفضل. رجل نعم مريض بالكلى. نعم. عنده كلى واحدة اللي شغالة. نعم. كلى واحدة اللي شغالة. نعم. والدكاترة أمرته إن هو ما يصومش. نعم. لأن صيامه هيضر الكلى السليمة. نعم. والرجل هذا فقير لأبعد الحدود ولا ما يقدرش يعني إن هو يطعم عن أو يصوم الأيام اللي بفطرها دي. نعم نعم. فقير يعني هو من قرية اسمها بالآس وعشان يجي المنصورة للمستشفى يستلف أجرة الطريق علشان يجي يعني. نعم. ما عندوش النفقة اللي يقدر يدفعها اللي هو اللي يطعم مكان اليوم اللي هو. نعم 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 أفهمك. ده حكم الراجل ده إيه لأنه قاعد دلوقتي يستمع لمعاليك وعايز يفهم السؤال. هو الان هو الان طيب انا ساجيبك الان مش هاخرك هاجيبك وانت معايا كده. الان في امور ثلاثه. الامر الاول يجب عليه الفطر. تمام. يجب لان المفتي الاصيل له هنا هو الطبيب. فهمت حضرتك؟ فيجب عليه الفطر. هذه الاولى. وقد قال الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلك ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. والمشاق تجلب التأثير. فعليه يجب الفطر. الأمر الثاني عليه إطعام عن كل يوم مسكين. إذا كان فقيرا وهو من المسكنة بمكان وما عنده اختلف العلماء هنا تسقط عنه أم لا تسقط عنه. حقيقة الأمر هي في ذمته. عندما يتيسر عليه ويستطيع أن يطعم عن كل يوم مسكين يفعل. طيب. يعني المسألة واقفة على التيسير عليه. ممكن بقى احنا نكلم أهل الخير واحد يطعم عنه ويبقى أغنى المسألة بأسرها. ناس من اهل الخير واكيد يسمعونني الان يطعم عنه 30 يوم 30 مسكين يطعم عنه 30 مسكين ويكون احسن اليه في ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي قال انه قال اهلك نفسه بجماعه في نار رمضان. الله يبارك لك. هو ده السؤال اللي كنت عايز اقول لفضيلتك عليه. وانا اجبتك الان خادمك بين يديك قد اجابك. انا اللي خدامك يا مولانا. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا سيدنا. تفضل. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة أكثر من 4 تكبيرات؟ طيب حاضر. نعم هو ورد عن السلام أنه كبر أكثر تكبيرات. ورد 5 ورد 7 وفي رواية ورد 9 كمان ورد 7 لكن استقر الأمر على 4 تكبيرات فقط. نعم. استقر الأمر وكان ابن عباس يقول كانوا يأخذون المتأخر بالمتأخر فاستقر الأمر على 4 تكبيرات. اما الصلاة على الشهادة احد دي صلاة خاصة لكن استقر الامر على 4 تكبيرات. هو في واحد صلى على والده اخ صلى على والده واخطأ وصلى 5 تكبيرات فالناس بتقول له عيد الصلاة. لا ما يعيدش الصلاة. لا ما يعيدش الصلاة. الصلاة صحيحة لكن على المأموم ان هو كان يسكت ما يكبرش تكبير 5 لغاية ما هو يسلم ويسلم معاه. حبيبي يا شيخ محمد جزاك الله عنا خير. خادم انا خادم رضي الله عنك. معي من؟ نعم. زيارة القبور جائزة للرجال ليس للنساء. زيارة القبور جائزة للرجال. معي يا عم جمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انا احبك في الله يا شيخ. حبك الله تحتنا فيه. انا الذي أنها يعني أتراقص سعادة بأنكم من أهل الفضل تقولون لي ذلك. أنا أحبكم في الله. شكرا لك. رضي الله عنك حبيبي. بالنسبة في سؤالين. في سؤال مريض برضو عامل عملية وبتاع ما كنت أسأل السؤال أنت جاوبت عليه وخلاص بتاع المريض ده إن هو لازم يفطر وبتاع نفس الموضوع عامل عملية وكان عنده أورام. يبقى لازم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. وعمالين نضغط عليه إنه يفطر مش راضي يفطر. المهم ايه انت هو سامع هو برضه معاك. ماله هو سامع وعامل عملياته بتاعه وشايل. يجب عليه الفطر. يجب عليه الفطر وعن كل يوم يطعم مسكين.
وبالنسبه للمفطر صائم له مثل ما فطر، هل صحيح؟ صحيح. اي نعم صح عن نبينا كذلك، نعم له مثل اجري. ماشي ماشي تحت امرك يا عم جمال، احسن ما عليك. نجاوب احنا اكثرها جاوبناها يعني، خلي بالك. هات سؤال اخر. لا 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 مش هشد عليهم. هو مش قادر يدفع، لو كان عنده قوة بيصوم ويصوم له ذلك. نعم لو كان له قوة ان يصوم له ان يصوم، لكن كما قلت المفتي الاصيل في هذا الباب هو الطبيب المتخصص. نعم طيب ماشي. الاخ قال ما حكم الصحابة؟ حكم سب الصحابة. يعني انت ايها الخبيث ليتك قلت، او السؤال ده جاي على دماغ ودماغ 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 المعممين اللي عندك ايها المتخلف. حكم سب الصحابة، لما طبعا الصحابة هم اذكى الناس وافضل الناس. يعني هذا الخبيث السوري اللي اتصل بيا واتكلم عن حكم سب الصحابة، يا عم السوري بقى عراقي، ما هو كلهم الخبث مادة واحدة، اشكالهم والوانهم واحدة وهم كالحمير. فهو جاء يتكلم عن سب الصحابة، وأنا أدبا سأقول الموقف وموقف العلماء في سب الصحابة، لكن هو بيعتلي بها، أخذها تكأ يقول معاوية يسب علي أو يأمر بسب علي. هذا الخبث الذي فيه أنا أقول معاوية يقدر علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ونحن لابد أن نكف ألسنتنا عما دار بين الصحابة. هذا الأدب، والصحابة كلهم عدول. معاوية يدخل في هذا الباب، قال الشعب معاوية، بوابة الصحابة معاوية. يعني الذي يتجرأ على معاوية يتجرأ على كل الصحابة. كذبوا والله أنهم يحبون علي، أسقطوا أنفسهم وادعوا لعلي الإلهية كما ادعوا للحسن للحسين الإلهية. والمعممون الجاهلون نفس الوتيرة، أقوام كالبهيم، يعني كل واحد منهم كبهيمة أهلي، أضل من حمير أهلي. وصدق الشعب عندما قال في الروافد، قال إن كانوا إن خلقهم الله طيرا لكانوا رخما، وإن خلقهم الله بهائمة لكانوا حميرا. يعني ابن تيمية كان يقول ما رأيت أكذب من هؤلاء القوم وأغبى منهم. يعني هم أغبى الناس وأكذب الناس، وهو اللي جابوا نفسه. الحمد لله احنا في رمضان بنتقرب الله بذلك. لا تقول لي الآن لا أسخب ولا أفسق ولا أرفض، ده الكلام في هذا الكلام يعني قربة إلى الله. ومعاوية خال المؤمنين، كاتب الوحي الأمين. معاوية رضي الله عنه وأرضاه رغمت أنوفكم، أيات يعني الجعبة الكافرة الفاجرة التي تعلو بألسنتها على الصحابة. معاوية رضي الله عنه وأرضاه، معاوية أمير المؤمنين، معاوية خال المؤمنين، معاوية كاتب الوحي الأمين رضي الله عنه وأرضاه، بوابة الصحابة معاوية. فمعاوية لم يسب علي، لم يأمر سعد بن أبي وقاص أن يسب علي. هو خبيث ويقلب الأمر ويقول صحيح مسلم، هؤلاء كذبة في هذا الباب. طبعا عليهم أبناء عمومة، هو داخل يسب الصحابة طبعا. فنقول له وأما حكم الصحابة أيها المتخلف، أنتم أولى الناس به. سبوا الصحابة من أجل دينهم، من كفر الصحابة كلية كفر عند بعض العلماء، لأنه كذب رسول الله وكذب الله الذي قال وألزمه كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، وكذب الله في قوله رضي الله عنه ورضوا عنه. ومن كفر أبا بكر أو عمر أو اتهم عائشة في الفراش فقد كفر، لأنه كذب الله جل في علاه، لأن الله قال أولئك مبرؤون، وأنزل قرآنا يتلى في براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والنبي صلى الله عليه وسلم تلا القرآن وأقام الحد على من تكلم فيها. وأما إذا كفر أيضا أبا بكر وعمر فقد شهد الله لأبي بكر في الكتاب، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ولعمر كذلك، عمر الفاروق الذي قال فيه النبي لو كان نبي بعدي لكان عمر، وقال أبو بكر النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. وقد كذب الله حين قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى وما لأحد عنده من نعمة ترزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. واتفاق المفسرين أن هذه نزلت في أبي بكر. ولقول الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم، أولو الفضل، هذا أيضا باتفاق المفسرين أنها نزلت في أبي بكر. وأيضا قول الله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. يا متخلفون، يا أغبياء، يا فجرة، يا كفرة،
أنتم يعني تستبيحون أعراض الصحابة وتحسبون أننا سيوقفنا عنكم شيء، الأرواح تذهب والصحابة بإذن الله فوق نعالهم بآلاف منكم بل بأمتكم، وأنتم يعني من 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 أسفل خلق الله جل في علاه، لأنكم تعتدون على أعراض أخيار أبرار هم أهل الله وهم في الجنة رغم أنوفكم. عثمان في الجنة، أبو بكر في الجنة، علي في الجنة، وعمر في الجنة. فلذلك أقول حكم الصحابة، من كفر أبو بكر عمر، من كفر الصحابة فقد كفر، لأنه كذب الله وكذب رسوله. من اتهم عائشة في فراشها كأنه منتقص من قدر النبي ومتهم النبي، وأيضا قد كذب الله الذي نزل براءتها من فوق سبع سماوات. أما من سب الصحابة بقوله قد تنازعوا على الدنيا ولعاعة الدنيا، إنهم ما كانوا زاهدين في الدنيا، هذا يعذر كما قال أحمد وغيره، يحبس ويعذر من قبل ولي الأمر ليتأدب كيف يتعامل ويتكلم عن خيار البشر الذين استفاهم النبي صلى الله عليه استفاهم الله جل في علاه لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال السيدة عائشة طلتم وتقول ليتني كنت ناسيا منسيا، عما تنثبت العرش منقش؟ نقول لا، قالت تخشى على نفسها من لقاء ربها. المؤمن الذي يؤكد لنفسه أنه مخلص أو أنه في الجنة زكى نفسه، وقال الله تعالى ولا تزكوا أنفسهم. وطبعا علي لم يقل فزت رب الكعبة، الكذاب ابن الكذابة في هذا الباب، وهو يقول وأنا أعرف هم لا عندهم لا علم حديث ولا عندهم علم إسناد ولا عندهم علم فقه ولا عندهم شيء، هم عندهم هبل وخبل وقلة أدب وتعدي على الصحابة فقط. فأنا أقول لك الأفضل أن يدخل على الله جل في علاه. نعم يرجي في الله، لما دخل عليها ابن عباس قال أبشري أنت زوجة النبي في الدنيا والآخرة، هذا ابن عباس أهل البيت يا متخلف يا ابن المتخلفة، هذا ابن عباس من أهل البيت، هو الذي قال لعائشة أنت حبيبة رسول الله ورسول الله لا يحب إلا طيبا، أنت زوجته في الدنيا وفي الآخرة، تتكلم عن الحصان الرزان يا متخلف يا خبيث يا ابن الخبيثة في هذا الباب. فاعلم اعلم حدك وقف عنده، اخسأ فلن تعلو قدرك. فهي لما قالت ذلك تخشى على نفسها، وكل إنسان يخشى على نفسه، وكل إنسان يخشى على نفسه. عثمان بن عفان يقول لو وطأت قدم الجنة ثم نادى منادي أن أخرجوه إلى النار لقلت أنا المطلوب لذلك. علي بن أبي طالب نفسه كان يبكي وكان يتمنى لقاء الأحبة، وكان ولما قال له عبد الرحمن بن عوف إن لم تأتي الخلافة لك من أحق الناس بها؟ قال عثمان بن عفان. وكان يقول وخطب على الكوفة يا متخلفين، خطب على منبر الكوفة وقال خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم بعد ذلك، لم يفضل على نفسه عثمان، لكن عثمان أفضل منه بالإجماع، بإجماع المهاجرين والأنصار. عبد الرحمن بن عوف قال والله حتى النساء في خدورهن، حتى البكارة في خدورهن لم يعدلن عن عثمان بأبا أحد. ولذلك ترتيب الخلافة ترتيب الفضل، أبو بكر عمر عثمان علي. فعائشة تخشى على نفسها ولا تزكي نفسها، ومع ذلك يا زوجة النبي رغم أنفك وأنف أمك وأنف كل من يعرفك وأنف كل أمتك، إنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، إنها زوجة النبي في الجنة. نعم عامة، فإذا عائشة رضي الله عنها أرضاها الحصان الرزان، لا يصح لأحد أن يتعدى عليها ولا تعدى على عرضها ولا أن يعرض بها، وأرواحنا تذهب للدفاع عن عرضها، ونستحل كل شيء معك أيها الخبيث لبيان الحق من الباطل. وأما علي نحن نؤمن أسدنا، ونحن يعني ندين الله بفضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الخليفة الراشد الرابع، وهو أبو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهو أفضل منهما، وهو زوج فاطمة الزهراء، فاطمة سيدة نساء العالمين. محمد يقول إذا جاء العشر الأواخر شد المئزر. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يهيئ نفسه للعشر الأواخر بأنه شد المئزر يعني لا يجامع، وهذه فيها دلالة على أنه قد يكون في رمضان يستحل بذلك الأمر، وليس فيه شيء أن يكون في رمضان يعني أن يستحل ما أحله الله له. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لكن في العشر الأخيرة يعني لا يقارب النساء، لا يكلم أحدا، الذي يشغله وكيف يتقرب الله جل في علاه. وهنا طبعا أنت تعرف الخيل المدمرة عندما تصل إلى آخر السباق لابد تشتد عدوا، فأنت في هذا، والصحابة كانوا في آخر أعمارهم يشتدون همة
وفعلا وهذا أفضل ما يكون في صاحب الهمة الراقية. فكان الإنسان يشد المأزر يعني المأزر يعني ما يجامع أهله ينشغل بالقراءة وبالتسبيح وبالاستغفار وما أكمل قيام ليلة كاملة. يعني النبي ما أكمل ليلة كاملة قياما حتى ما يأتي أحد يقول أنا أصلي من العشاء إلى الفجر ولا أتصحر، ما أحد قال بقى. والنبي ما فعل ذلك. عائشة نفسها في سنة النسائي بسنة صحيح قالت ما أكمل قيام ليلة كاملة بحال، لا في رمضان ولا في غير رمضان، لكن كان بيجتهد استغفارا وذكرا ودعاء وأيضا قياما. وأيقظ أهله من أجل أن يجتهدنا، يعني حتى لو كان في بعض الراحة لا في هذه العشر لا راحة، لأنه يشتد الأمر وأنه يطلب شيئا عزيزا كريما. ليلة القدر وليلة القدر في العشر الأواخر هي متنقلة على الراجح الصحيح، ولكنها في الأوتار أغلب من الشفع. عفوا. قال هل ليلة القدر معلومة؟ نعم ليلة القدر معلومة، وصل في ليلة القدر يعني بلغ الكلام فيها أن بلغ إلى 40 قولا، وبعضهم يقول في العام كله، والصحيح الراجح أنها في رمضان، أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف في العشر الأواسط جاء جبريل قال إن الذي تطلب أمامك يعني في العشر الأواخر. فلذلك قال من كان اعتكف معي فليبقى، يعني يبقى في هذه العشر الأواخر. وهي متنقلة في العشر الأواخر في حتى في الشفع، حتى في الشفع عندما يقول في 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 تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، فهذه دلالة أنها أيضا تكون في الشفع كما تكون في الوتر، لكنها في الأوتار لنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها أغلب بأنها في الأوتار في الليالي الوترية. لكن من أقام العشر فقد أقام ليلة القدر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبي. وسنزيد إن شاء الله في الحلقات القادمة إيضاحا ليلة القدر وعلامات ليلة القدر، والذين ينشغلون بعلامات ليلة القدر ويتركون الصلاة أو يتركون يعني الذكر في هذا التوقيت. يعني أنت الآن تريد ليلة القدر يعني ولا تريد علاماتها؟ ليلة القدر أهم شيء فيها أنك تكون قد صنعت ما أمرت به، أن تكون قد أقمت الليلة، حسن القيام وحسن العمل والاستغفار والذكر والدعاء. مدة صلاة المغرب الملكية يرون أن مدة صلاة المغرب أن يصلي 3 ركعات مع ركعتي السنة فقط، 5 ركعات مدة 5 ركعات، وهذا كلام الملكية. والشافعية أيضا قالوا ذلك، وإن كان القديم للشافعية موافق الحنابلة والحنفية بأنه المغرب له وقتان، الوقت الأول غروب الشمس، إذا سقط حاجب الشمس قد دخل المغرب، وجبريل صلى في اليومين في هذا التوقيت، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وهذا بسند صحيح أن النبي قال المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، هذا الوقت الثاني ل المغرب. وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما التفريط في من ترك الصلاة إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى، يعني وقت صلاة العشاء. مصطفى واحد سيحج، هو الآن مخير، هو حج قبل ذلك، هل يحج؟ نعم، يعني هو سيحج لنفسه، وبعدما يحج حج لنفسه، وهو يريد الآن أن يحج عن غيره. يقول الآن أنا عندي حجة وسأذهب إلى الحج، أجعلها لنفسي أم أجعلها لأبي الذي لم يحج، أم أجعلها لرجل أعطاني المال وقال خذ كل مصاريف الحج بس حج عني؟ طيب طبعا هو أنت الآن هذه الثالثة رميها خلفك، أنت بين أمرين عظيمين، الأمر الأول الحج لنفسك، الأمر الثاني الحج لأبيك. الحج لأبيك كنت سأقول لك حج عن أبيك إن كان ميسور الحال وكان معه المال فلم يحج، هو معذور عند ربي، لأن الله قال لله ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، من استطاع عليه سبيلا، فإن استطاع فهذا له، يعني إذا يحج عن أبيه، لأنه بذلك سيسأل عند ربي جل في علاه. طيب لكن ما دام كان معذورا أنا أقول لك الأفضل لك أن تحج لنفسك وتدعو له، لأن النبي ماذا قال؟ قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. فالأولى أن تجعل الحج لنفسك وتدعو له، هذا أفضل شيء بالنسبة لك بإذن الله تعالى. وأنت الحج المبرور إن بررت في حجك رجعت كأم ولدتك أمك، يعني بصحيفة بيضاء نقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي،
قال وليس جزاء الحج المبرور إلا الجنة، إلا الجنة. أستاذ علاء طبعا ناصح أمين، رجل فاضل يحب الأئمة ويبجل الأئمة، فهو بيقول يعني عشان المشاهدين تقول أخطأ أبو حنيفة، أخطأ أخطأ ابن تيمية، أخطأ البخاري. لا ما تقولش ذلك، قل أبو حنيفة رأيه تخرج مال وأنا رأيي مع الأئمة الأخرى هكذا. هذا اسمه التميع، هذا اسمه التميع، التميع، وهذا تميع طائفة معينة تريد هذا التميع. نعم الخلاف موجود، أنا أسأل بقى الآن، الخلاف لما يكون موجود الحق متعدد ولا واحد؟ وليه محاضرات كاملة على ذلك، هل الحق واحد ولا متعدد؟ حتى بين الصحابة كانوا يختلفون بالخلاف المعتبر ولا يسكت أحدهم على الآخر، بل يخطئ أحدهم الآخر، كما فعل ابن عباس وخطأ علي بن أبي طالب، قال ماذا فعل؟ لو كنت مكانه لقتلتهم ما عذبتهم، إن لا يعذب بالنار إلى رب النار. وكان يخطئ بعضهم بعضا تصريحا، وأيضا الأئمة نفس الأمر كان يخطئ بعضهم بعضا. أما أنا سأصل إلى درجة الغلو، لا أقول أخطأ، أقول أنا مع القول الثاني بقى اسمه تميع. ليه؟ عشان أقول كل واحد يأخذ بالقول اللي يعجبه ينتهي المسألة، كما طلع علينا رجل والله خرج من الإسلام بقولي أنه من وحد الله وأمن بأي نبي، بأي نبي؟ طب والنبي راح فين؟ محمد أين هو؟ جعلت الإيمان بمحمد اختيارا لا إجبارا، وده أصل من أصول الإيمان. أنا أقول وأناديك الآن أدخل الإسلام، اتق الله أدخل الإسلام، ولو أحد يعارضني علميا فيما قلت يأتي بالأدلة، يأتي بالعلم، العلم حاكم في هذا الباب. الرجل يجعل الإيمان بالنبي محمد اختيارا لا إجبارا، يعني أنت ما أمنتش بمحمد آمن بعيسى عم تدخل الجنة. والنبي يقول والذي نفسي بيده، في الصحيحين، والذي نفسي بيده ما سمع به يهودي ونصراني من هذه الأمة يهودي ونصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت الشريعة، مش بقى هو، بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. يريد يميع القضية، يقول لهم فلان قال وفلان قال وفلان قال، هتشوش على الناس، كله كويس، كله حلم. طب فين فين فين, فين قول الله تعالى وما أتكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا؟ أين قول الله تعالى يعني فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أين قول الليث بن سعد؟ مش أنتم أهل مصر؟ مش أنتم بتفتخروا بالليث بن سعد؟ الليث بن سعد يقول لمالك في هذا الباب، ويقول وعند خلاف الصحابة نرجح من أقوالهم، يعني يخطئ الآخر، يرجح من أقوالهم، السعي إلى ترجيح من أقوالهم ما يكون أقرب للسنة في هذا الباب. ما هذا؟ سعيد بن مسيب يقول عن ابن عباس لما قال تزوج النبي ميمونة حراما وهو محرم، وعثمان يقول بأن النبي نهى لا ينكح المحرم ولا ينكح، فقال ابن المسيب قال وهم ابن عباس، وهم ابن عباس. خذ الأقوى من دي يا أستاذ عشان تعلم أستاذ علاء أن ده غلو، يعني فيه ما فيه من التمييع، وفيه ما فيه أيضا من عدم فصل الحقائق. انظر إلى الأعظم من ذلك، وهذا في الصحيح، أنس يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سمع الله لمن حمده فوقف طويلا حتى قلنا أو ظننا أنه وهل، يعني النبي وهم، يقول ظننا أنه وهم. تفهم ده كلام عن النبي، والنبي يقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرون، يقول ناسي النبي في الآية، كان يصلي وارتجت عليه آية بعدما انتهى قال أفيكم أبي، أفي القوم أبي؟ قال نعم. قال ما منعك أن ترد علي، يعني ما منعك، أنا بشر عند التعبد طبعا مش عند البلاغ، ما منعك؟ فاستحى أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه. فحقيقة الأمر نحن نبجل الأئمة وندين الله بتبجيل الأئمة وتوقير الأئمة، لكن عندما يخطئون نقول أخطأ فلان، مع حفظ التبجيل والتوقير والمكانة، حفظ المكانات. هؤلاء خيار البشر، هؤلاء أفضل الناس، لكننا نعيش بوسطية العدول، لا غلو ولا جفو، ونحن نقول معرضون للخطأ، معرضون للزلل، معرضون للذنوب والمعاصي، معرضون للكبائر والصغائر، معرضون لذلك. هكذا الديانة تكون. والأئمة الأربعة قال ابن تيمية لمكانتهم قال هم في الجنة، شاهدنا في الجنة على رواية أحمد، طبعا على رواية أحمد، ماشي إن شاء الله، رواية أحمد في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، لما قالوا أثنوا عليه خالد قال وجبت
فقال هؤلاء لما الأربعة كتب الله الله لهم القبول في جميع مشارق أرض ومغرب. الدين الدين يعني لا بد له من الصلحاء والنصحاء والنبلاء، ولا بد من الرسوخ في العلم حتى ما يكون الإنكار على جهل، وأيضا ما تكون الجماعة التي ضبطت نفسها على شيء معين ما يجمع وتأتي تريد تجر الناس بأسرها على فكر سيكون فيه مظالم كبرى، وسيكون فيه تضيع للسنة، وسيكون فيه تضيع لأصول التوحيد. لابد أن نعقل، لابد أن نفهم. السنة تجمع والبدعة تفرق، السنة تجمع والبدعة تفرق. إيقاظا والله ما أريد إلا أن يتفق العلماء جميعا على كلمة على كلمة سواء، على وحدة واحدة. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. لكن كلمة التوحيد التي تجمع، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. أم أحمد تقول أيام رمضان الماضي: ما عليك أختي الفاضلة شفاك الله عفاكي، ما عليك على ما سمعت أنك مرضت وما استطعت أن تقضي، ما عليك إلا القضاء. وهذا القول قول الحنفية، وهو هم أسعد الناس بالدليل لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يعني فأفطر، المقتضي هنا فأفطر فعدة من أيام أخر، ما قال عليها الكفارة ولا شيء، فعدة من أيام أخر يعني عليها القضاء. ما عليك أختي الكريمة إلا بعد رمضان، وبعد رمضان خلي الصيف حتى يمشي لأنه يكون النهار طويل، في الشتاء اقضي ما عليك والله يتقبل بإذن الله تعالى. يرزق التوام والناس يقول لها ترك الجنة عشان صبر على كل ذلك، والله هذا خير لك، وإن كان هي بتقول لا أتألى على الله ماذا يقولون، لعلها بشارة الخير لك. لكن أنا أقول لك اقرأ المعوذات على الأولاد وأيضا على نفسك وحصن نفسك، وكوني على الجدة، أدي فرضك وأسمعي لزوجك، واعتني بأولادك تكونين في العلياء، ونسأل الله أن يبشرك بالجنة. مصطفى: مرات أخذت وسيلة وأنا أعارض هذه الوسيلة، بل أحرم أخذ الوسيلة، أحرمها إلا عن طريق طبيبة مختصة. تقول البدن لا تستطيع، يعني إن كان كذلك فهذا أنا أقف، المفتي الأصيل هو المتخصص، لكن أخذ الوسيلة أصلها مخالف لمقاصد الشريعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال: تناكحوا تكسروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزودوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. الولود الودود طبعا صيغة فعول تدل على التجدد والكسرة، صيغة مبالغة في هذا الباب. فالكسرة أصلا مطلوبة شرعا من مقصد الشريعة، من مقاصد النكاح، إلا إذا دخلت طبيبة مختصة تقول ما تستطيع، ستتعب، ستمرض، ستموت. نقول لها الآن الطبيب المختص هو المفتي الأصيل في هذا الباب. لكن الدورة اضطربت، هذه من مساوئ اللولب وما يعلق بالنسبة لهذا الباب، مساوئ كبيرة جدا، منها اضطراب الدورة. واضطراب الدورة هنا تنزل عليها مرة، تنقطع مرة، تزيد، تقل. نعم، هو حقيقة الدورة كما قال أحمد وغيره، العادة قد تزيد وقد تقل، العادة قد تزيد وقد تقل. فنحن نقول لها إذا نزل عليك الدم بنفس الوتيرة، بنفس الرائحة، بنفس وصف الدم، فأنت حائض. ولأن الله قال: يسألونك عن المحيط قل وأذن، يعني رتب الحكم على وجود الدم، وجود الدم أنت حائض. الصفرة والقدرة قبل أن يأتي الدم ليست حيضا، يعني لأنه ليس دما. هو احنا بنقول الصفرة والقدرة مع الدم حيض، لما؟ لانه مجاور، ومجاور حكم مجاور في هذا الباب، مع قطع النظير في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول معطية: كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا بعد الطهر. طب انت طاهر اقول الان، وصفرة والقدرة اذا لا شيء فيها، تبقى مع الدماء تكون دما. فاقول ان كانت المرأة رأت صفرة والقدرة هذا ليس بطهر، لابد ان ترى السائل الابيض او يكون طهورها بالجفاف. ان طهرت فقد طهرت، تغتسل وتصلي وتصوم، وأيضا يباح لها أن يأتيها زوجها. طيب إذا كانت ترى صفرة وقدرة بعد ذلك لا عبرة بها، كنا لا نعد صفرة وقدرة بعد الطهر شيئا. آخر سؤال بس دقيقة واحدة، آخر سؤال ممكن، خلاص أنا ممكن أنهي، خلاص أنا أنهي ماشي إن شاء الله. نسأل الله جل في علاه أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، ونسأل الله في علاه أن أشكر لكم حسن الاستماع. ولا أحد ينكر على أنني أشتد على من يعرض بعائشة، يعني أنت عامل مؤدب وتقول لي لا لا أنت بتشتد وأنت صايم، واحد بيعرض بعرض عائشة، يعني بيعرض بعرض النبي، وتريدون أهدأ؟ واحد بيسب معاوية وبيسب الصحابة وأنا أهدأ؟ لا والله لا أهدأ، ولو ذهبت روحي لا أهدأ. وهذه نصرة الدين، نصرة رجال الله تعالى بشر بأنه من أهل الجنة،
نسأل الله أن يجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم إنا نسألك نعيما لا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لحكم كتابك العمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا واجعل عملهم في رضاك ومبتغاك. اللهم اجعل لهم بطانات الخير تعينهم على الخير وتدلهم على عليه. اللهم يعني تقبلنا في الصالحين واجعلنا من اصل من اخلص الناس واصدق الناس معك ولدينك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.